السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شوفنا بعض ازاي نرسم شكل الحلقة دولي. أول حاجة أعملها إن أنا أروح للماسنج وأقول له إمبريس ماس وأبدأ أرسم الناس تحت. أول حاجة أستخدمها أرسم ريفرنس عشان أنظم الشغل بتاعي، وبعد كده هقول له أنا عايز أرسم قوس أهوت مثلا من النقطة دي للنقطة ديت، وبعد كده ببدأ أرسم بالشكل دوت. طيب عايز أرسم بقى سيركل هنا سيركل هنا دورية هنا دورية هنا، تمام؟ فهقول له انا عايز ارسم دورية اهوت. طيب هقول له انا عايز الدورية ديت عايز اعملها ست بحيث يبقى عمودي على الخط دوت. فاروح داخل في 3D اهوت واقول له انا عايز ارسم على الخط ده، دوس تاب عشان تتظبط معايا. وبعد كده هقول له انا عايز ارسم سيركل هنا اهيت، تمام؟ وليكن مثلا مترين، تمام؟ ونفس الحاجة برضو هنا مترين. ممكن بعد ما ترسمها تاخدها كوبست. طيب بعد ما رسمت كده اعمل سيلكت على ديت واقول له دي موف موف، هطلعها بالشكل دوت اول. وبعد كده هعمل سيلكت على دي ودي ودي واقول له كريت فور، فيبدأ يعملها لي بالشكل دوت، تمام؟ ممكن بعد كده اخد الفورم ديت اهي اقول له فينش، وبعد كده اعمل سيلكت على دوت واقول له روتيت، تمام؟ واتاكد بس ان انا اخترت امر كوبي، وهبدا اعمل روتيت من هنا 180 بالشكل دوت. طيب انا عايز الشكل ده يكمل، فاقول له موف من النقطه دي للنقطه ديت. طبعا من غير ما نبص هنلاقيهم كلهم على نفس الارتفاع، وده مش مظبوط. فانت هتعمل كده وتقول له موف، تقول انا عايز مثلا من النقطه دي للنقطه ديت. تقدر بقى تعمل سيلكت على الاثنين دول كده وتقول له كوبي وتقول له مالتيبل، وتبدا تاخد دي مثلا تبدا تخليها تغير الارتفاع بتاعها بالشكل دوت اهو، وهكذا فيطلع معاك الشكل الحلزوني الجميل دوت.